إذا مشاهدي قناة شوف تي في أسعد الله مساءكم بكل خير مباشرة من مدينة بني ملال. اليوم معنا ومعكم على المباشر على قناتكم قناة شوف تي في صاحب مقهى بالمدينة منعاته مولات واحد المدرسة كاينة فوق منه باش أنه يزول العمل ديالو ويكيبي المحل ديالو بطبيعة الحال. وقفات ليه الطلبة ديالها قدام الباب واحتجزت ليه الكليان على حسب ما كيقول في المحل الداخل. اليوم حاضر معنا ومعكم على المباشر على قناتكم قناه شوف تي في باش نعرفوا الظروف والحيثيات والملابسات ديال هذا الشيء اللي وقع الصباح هذا. سيدي تفضل مرحبا بك. السلام عليكم. الزبير وردي مواطن مقيم بالولايات المتحده الامريكيه مستثمر عندي ثلاثه ديال المشاريع هنا في بني بلال وفي مراكش. صافي بريسك ثلاث سنين هذه وانا مستثمر في هذا المشروع هذا الفندقي وديال المطعم ومقهى راقي سميتو مانهاتن بلازا. استغرب لهاد السيده اللي كاريه فوق مني مولات المدرسه انه شاك فوا كتستغل الطغيان ديالها وكتستغل العضلات ديالها وكتهبط لي الطلبه اكثر من 60 طالب هبطتهم ليا ونرافقكم هذا اللايف هذا بالصور. كتحبس ليا العمال والزبناء ما يدخلوش عندي للمطعم. واستغرب كثير السلطات المحليه استغرب لان السلطات لم تاتي ومع انني علمتهم بانني غنركب الستار بعد انه تاتى لي انه رجعوا لي رخصه واديت جميع الرسوم الجبائيه على استغلال الملك العمومي بعد ان سحبت في المره الاولى وفي المره الثانيه لدواعي. استغرب علاش تسحبت الرئيس السابق. استغرب انه السلطات لم تاتي وكلمناهم وعيطنا لهم ونبناهم بانه ولكن هالطلب هادو ما عليهم تذنب هادو وليداتي خوتي ما غاديش ندير. حنا سلميين وحنا مربين وقارين حنا قارين ما غاديش نطيحوا في 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 المأزق اللي طاحت فيه السيده هذه. وانا غنرافقكم بالصور وبالفيديوهات ديال هادشي كامل ويمكن لي رافقكم بالمطعم وبالتجهيزات اللي في المطعم. هو احسن وارقى مطعم ببني ملال وانا كنفتخر بهذا المطعم هذا. ويمكن لي ندوز لك واحد من العمال يهضروا على المعاناه اليوميه ديال هاد السيده هذه انه من غير الادعاءات انه كندير الشيشه وعندي القاصرين والتدخين. انا عندي محل بيو محل بدون تدخين 100%. وندوز لك العمال ويمكن لك تعمل جوله بالمحل. عندي 14 عامل كيخدموا معايا 14 عائله ببني ملال منهم مدير المطعم منهم متر دوطيل وهذا هو المطعم. وعندي واحد لاتيراس وعندي الشيف دو كويزين مع لي شيف دو بارتي هيا هذا. وشكرا لشوف تي في اللي ما فاتي انت انا هاد الصباح جات السيده جات الشركه اللي غتدير تثبيت الستار من تطوان وفجأة بالسيده كتهبط الطلبه ديالها وكدير الطاولات ديال الاقسام ديالها سدات ليا المحل حتى واحد ما يدخل وخلقت رعب بالمطعم وبالعملاء ديال المطعم. نعم. علاش السبب في نظرك؟ ما انا بدوري ما كنعرفش السبب. الله يهديها انا من جهتي الله يهديها انا ما نعرفش شنو السبب ما نعرف. فهذيك السيده كتدعي انه ما يركبش كيبي ما ركبتش الكيبي وانا ما كنضرها حتى في شي كيبي عندي لامباس فيه 6 متر والكيبي رخصوا ليا وبعد انه اديت عليه الواجبات ما كيخلق ليها حتى شي ضرر. وعندي واحد الرخصه عندي واحد لاتيراس لور وانا جميع التجهيزات انت شوف يمكن لك تشوف حتى المدخنه حتى تشوف يمكن لك المدخنه انا مطلعه على اعلى مستوى ديال العماره ما عندها حتى شي حاجه على الاخر ما عندها حتى حاجه.
جميع هذه اش نقول لك كتقول هي ما يركبش ما يركبش ما يركبش كتقول لك اما هي ولا الكيبي صافي ما عندهاش تضرر ما عندهاش تضرر ما نعرف انا يمكن والله اعلم ما نعرف واش كيدعمها شي حد واش شي واحد عينه في المحل ولا لا ما عنديش تصراعات لا بلاكس نو 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 ما عندي انا ما عنديش صراعات انا بلاكس انسان مسالم وانسان متحضر قريم ما ندخلش في الصراعات ما كنتمي حتى شي حزب انا انسان مغربي افتخر بمغربيتي ولهذا السبب جيت لهذه البلاد السعيده انا دوزت 8 سنوات بالولايات المتحده انا عندي ماستر في التدبير السياحي والفندقي وكنحب بلادي هادشي علاش جيت درت هاد المشاريع وانا كنستمر كنبغي نخدم العائلات وكنبغي نعاون في التلبيه المحليه كنعاون للاسف بعض المنتخبين كينزلقوا بواحد القرارات اعطي الرخصه اصحاب الرخصه اعطي الرخصه هادشي كيضر بالسياسه اللي متبعها صاحب الجلاله هادشي كيضر بالمناخ ديال الاستثمار هادشي كيضر بصوره البلاد على برا اكزاكتومون هادشي كيضر للاسف يعني الصباح انها بطات لك التلاميذ ولا الطلبه ديالها بطات من قدام المحل وحزات لك الكليان يعني الداخل اكزاكتومون قادرينش انهم اكزاكتومون هذا رعب خلقته في مستخدمي المحل وغنرافقكم بالصور وانا نشت جميع السلطات باش يحضروا للاسف ما حضروش ونشت جميع المنابر الاعلاميه ديال المدينه وجبت مفوض قضائي عمل لي محضر انا انسان مسالم هذوك الطلبه وليداتي انا ما نطيحش في هذاك المغزق وانا سديت وعطيت التعليمات للعمال ديالي انه ما ينزلقوش باش يخلقوا مشكل ولا خلق خلص يعني كاع الضرائب ديالك على المسائل ديالك باش تصلح المحل نعم 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 فاذا تفاجاتي في هذا الصباح هذا ديال اليوم ان صاحبه هذه المدرسه اللي ربما تكون ممرضين انا هبطت الطلبه هاد السيده عندها واحد تاريخ من نهار جيت انا خديت هذا المحل هذا واستثمرت من نهار ديال الاصلاح ثلاث سنوات وانا كنصلحت المحل وهي كتجمع التعرضات كتقول لهم السيد جاي من برا بغى يدير حانه بغى يدير مطعم بالمشروبات الكحوليه بغى يدير النرجيله بغى يدير هي دارت لي عرائض ويمكن لكم انا نعطيكم الصور ديال العرائض ولكن لم يتأتى لها وكل مره كتضرب لي المصلحه ديال المحل حيث المحل راقي المحل من احسن وانا افتخر حيث انا ولد الدومين احسن المطاعم بابن ملال وانا افتخر دابري لاباج ديالي في فيسبوك دابري تريبادفايزر ودابري جلوفو اللي انا ممتن لهم حيت دخلوا بني ملال وانا الحمد لله ولكن بعض الناس يمكن غرضهم في هذا المحل بغاو يدوه بثمن انا كنجزم كنقول لهم جيو نعطيكم نبيع لكم المحل بالثمن ديالو اللي سوا ماشي بالمكر والخداع وتقولوا لي كيدير ما كيدير لا انا ما نطيح لكمش في هذيك الزله انا مربي ومتخلق وما نطيحش في هذيك ربما هادشي كامل هاد السقعات كامله وهاد الحساسات كامله ربما كتظن انت بانهم بيستولوا يمكن اشاك فوا كتلوح ليا الماء اشاك فوا كدير هاد الهضره تضرب تحت السنطره وسمح لي على هذا الترم دون ساقط انا محل وهذا المحل هذا من ارقى المحلات وانا كنفتخر بهذا المحل وما نخليش وبيني وبينك انا من حنا دمرنا وقرينا وتغربنا وجبنا فلوس لهذه البلاد هذه وباش ما نخليش انا ما نسمحش لشي واحد انا يضرب لي في العرض ديال المحل وديال الاولاد ديال اللي خدامين في المحل حيت عندي 14 عائله خدامه عندي للاسف الله يهديها انا هادشي كان ما غاديش نطيح في ما غاديش نقول لها انا حيت المره كان ربما يقدر يكون شي حل توافق مع بعضياتكم انا 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 جو سوي اوفير ا توت اكسيون يا با دو بروبليم مي نقول لك انا الله يهديها يمكن الى موراها شي حد نقول لهم الله يهديكم كنشكر شوف التيفي على هذا المجيه ديالكم شكرا الله يبارك فيكم
لان مشاهدي قناه شوف تيفي كيف ما سمعتوا معنا، هذه هي القصه على لسان صاحب مقهى ومطعم بمدينه بني ملال اللي تفاجأ الصباح يعني بواحد الفوضى اللي على حسب ما كيقول ان دارتها صاحبه المدرسه اللي فوق منه، هبطت لي الطلبه او التلاميذ اللي كيدرسوا عندها هنا قدام المحل وحدثت واحد الفوضى واثارت واحد النوع من الرعب لدى الزبائن اللي عنده في المحل. هو حاليا يعني مستاء ومستنكر يعني هذه الافعال الشنيعه والشنعاء بطبيعه الحال. غادي نخليكم يعني نرافقكم يعني في المطعم، يعني هنا كان قدام المطعم يعني كانت واحد الفوضى اللي احنا شفناها وعشناها. ربما كانوا طلبه والتلاميذ واقفين قدام المحل، على حسب ما كيقول صاحب المقهى انها كتقول بان هذه المقهى هذه هي مقهى يعني مختص للارجيله او الشيشه وتعاطي المخدرات. كيف كنشوفوا يعني المقهى نقيه ونظيفه على حسب ما كنشوفوا وكتشاهدوا معنا على المباشر. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي نلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر والى اللقاء.